عقدت حملة كمل جميلك لدعم الفريق أول عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، مؤتمر صحفي لها لحث الشعب المصري على نزول في جميع ميادين المحافظات يوم 6 أكتوبر للاحتفال بالذكرى 40 لنصر أكتوبر. وقال المستشار رفاعي نصر الله مؤسس الحملة خلال كلمته خلال المؤتمر إن الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع هو الأقدر في تلك المرحلة على إدارة البلاد من أجل عدم إضاعة مجهود الشعب وأبناء القوات المسلحة. وقد قررت حملة إخضار رئيسك الاتحاد والاندماج مع حملة كمل جميلك لنسخر كل الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق حلم جمع أكثر من 50 مليون توقيع للضغط على الفريق أول عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، ومعا سنحقق الهدف، ومعا سنؤمن مستقبل مصر بزعيم في حجم وقامة وقيمة مصر. معا سنقنع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لمطلب الجماهير بخوض انتخابات الرئاسة المصرية. لن نأتمن أحد على مستقبل مصر إلا السيسي، ولن نمنح ثقتنا إلا للسيسي. السيسي حلمنا ومستقبل مصر غايتنا والشعب المصري وسيلتنا. واليوم نعلن انصهار حملة اختار رئيسك مع حملة كمل جميلة بعد أن نجحنا في جمع 3 ملايين توقيع، عفوا 3 ملايين توقيع من مختلف محافظات مصر في فترة وجيزة لا تتعدى 20 يوما. وأيضا واليوم نضع أيدينا في أيدي شركاؤنا في الحلم. ومن هنا ومن هذا المؤتمر تعلن حملة كمل جميلك واختار رئيسك عن مطالبتها للفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وتلبية استدعاء ونداء الشعب المصري لبطله وزعيمه وقائد تحريره والنزول على ربة الملايين من أبناء الشعب المصري الذين ينظرون إليه نظرتهم إلى الأب والأخ والابن والصديق الذي لا يمكن أن يكسر إرادة هذا الشعب أو أن يرفض مطلبه.